نراكم هنا في الليدو طماريس الحومه تاعنا وانا الدومين تاعي تاع الماكله والجو كذا شاك رمضان ندير هنا الجو ومور رمضان ندير الدومين تاعي تاع الماكله وانا هذا الجو باش عرفتو عندي لا مامون تاعي بليديه بسم الله فتو عليها عندي فاني خالي يخدم الشربات وعندي فاني يا يما وكملت في الحرفه هذيك وانا نسكن انا هنايا تسمى انك في رمضان يجي وحدهم ديريكت يدقطوا في الباب هنايا يدو الجو يدو كذا وعندنا وعندي فاني لو جو ناتورال عندي هذا اللي فروي نخدم فيهم كاع ناتورال ومامطون هنا معروفنا بالشربات وزدت درت انا جو د فروي هذا دوك انا عندي فيه دوك انا عندي جو د فروي عندي فيه دوك واحد سيزون والشربات كلش عندي 18 سنه في طماريس الشربة تاعي ناتيرال سون كونزرفاتور لاسيد ماشي ما نديش لاسيد ندير لاسيد بصح زعما شحال زعما ترمي نقولوا فيها نقولوا 50 غرام حنقول في الكونتيتي تاعك اللي ديرها بارابور انا كي يجوا هنا عندي يقولوا لي الشربة تاعك ما ديرش الحريق وما تنفخنيش وقد ما نشرب منها ما دير لي والو البروغرام تاعي في رمضان انايا الصباح انا نبيعو وفي الليل نبريباريو جو د فروي ناتورال نبريباريهم كاع في الليل خاطش فيه خدمه واحد يقشر واحد يريحي واحد يعمر واحد يدير كذا والشربات هادي الصباح لا جورني راني نخدم كوما تهبط نزيد لها كوما تهبط نزيد كاين كلش كاين تاويك تسمى نقول تسمى ميزون بلاس توجور كاينه نفتح صباح حلو جوي 11 ماكسيموم 11 ونص 12 نحلو كذا حتى الاذان من بعد مول الاذان عاود نولو من 10 حتى 14 صباح انا جيت فروي هذا قال المنبري انا العام اللي فات كنا نحسبوا فيهم 15 ميل ابوتي جيت فروي ناتوري وهذا العام يحسب فيها 200 دينار ما مطون خازو كازات كلش انا ديجا غير نسمع نقولوا القرعه تاع بلاستيك برك كنت نشريها 11 دينار وكان نشريها 17 دينار وما مطون فنيك شو جيت فروي ناتوري هذو هنايا واش ندير كما دوك لا سيزون تاع لي فراز دوك يخلص رمضان قباله نجيب لا كونتيتي نطيبها مع السكر تاعي ممكن نطيبها ونديرها داخل الشاك بيضا كيما بيشتو داخل بيادن واسمو الكوكتيل نجيب كاع الفاكيا كوكتيل نطيبها ونرحيها ونديرها نخليها كي يلحق رمضان نبدا نجبد بك ونزيد غير الماء بك ونزيد لي فروي تاعي حاصل البرودوي تاعكم لي فروي ناتورا ديرك كيما التوت فاني عندي جماعه يجيبولي واش يجيبولي نطيب ونخلي حاجة بين لي فراس فاني الكوكتيل البانان واش كاين ندير يا خويا واش نقولوا تما حنا دوك ما نقولوا والو كي يجي عندنا يشرب يدوق البرودوي تاعنا يعرف حاجه ود اخرى يا خويا ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا وان شاء الله كما نقولوا هذا المرض كما نقولوا ربي كما نقولوا يسترنا وربي طيب سيقم الاحوال حاجه ود اخرى واش نقول لك يا خويا مرحبا بكم وما دابينا اخويا من الحاجات ولي حاجه ود اخرى وماشي من اليوم ما دابينا تولوا فاني تسوي تشوفوا معنا البرودوي تاعنا تبقاو تشوفوا كل حاجه نديروها تطوروا معنا